صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيت الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهل ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام ذوي القرآن وأهل صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا ولا آلي ولا أصحابي من قد واهدا ولا آلي ولا أصحابي وسلم دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآلي والأشهاد من قد وعدا والآلي والأشهاد من قد صلوا على النبي محمد.